السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي ترم 1 الترم الأول، والنهاردة لسه بنكمل مع بعض شرح شابتر 2 الفصل الثاني، وهناخد ليسون 7 و8 وناخد من أول ليسون 7 لحد نهاية شابتر 2. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليسون 7 اسمها exercising my heart. exercising my heart يعني ان انا ادرب قلبي، ان انا امرن قلبي. ازاي؟ فانا بيقولك الاكتيفيتي the heart can beat faster or slower. القلب ممكن ينبض أسرع أو أبطأ according to طبقا لـ the activity we do، النشاط اللي احنا بنعمله، النشاط اللي احنا بنقوم بيه. Can you predict your heart beats؟ هل يا ترى أنت ممكن تتوقع نبضات قلبك during these activities، خلال الأنشطة المختلفة اللي جاية دي؟ فأول حاجة I predict my heart beats well during sitting. will be إيه بقى؟ faster ولا will be slower وأنا قاعد؟ will be faster ولا slower؟ slower slower، لأن أنت قاعد ما بتعملش أي حاجة، يبقى will be slower during sitting وأنا قاعد. this is because ده لأن I don't do any activity. أنا ما بعملش أي إيه؟ نشاط. أي نشاط. فعلشان كده وأنا قاعد الهارت بيت بتاعتي هتكون slower. طب هنا بيقول إيه؟ هنا بيقول لنا I predict my heart beats well jogging in place. jogging in place يعني ان انا اجري في المكان ده. هيكون faster ولا slower؟ be faster. will be faster. will be faster. طب this is because ايه بقى؟ I make an activity. I am doing an activity. انا بعمل ايه؟ نشاط. شفت الموضوع سهل ازاي؟ هنا طبعا في activity number 2 بيقول لنا color the circle. color the circles of activity that make your heart beats faster in green. الأنشطة اللي بتخلي قلبك ينبض أسرع باللون الأخضر. and the circles of activities that make your heart beat slower in red. والactivities أو الأنشطة اللي بتخلي قلبك يدق أقل أو ينبض أقل عاملها لونها باللون الأحمر. ومدي لك شوية صور. طبعا ده homework عليكم. عندنا activity number 3 بيقول لنا هنا read and learn، اقرأ وتعلم، then answer the questions، وبعدين جاوب على الأسئلة. فبيقول لنا هنا heart beats rate أو معدل نبضات القلب it means number of heart beats in 1 minute per minute. يعني ده ال heart beats rate أو معدل نبضات القلب ده بيقول لنا عدد نبضات القلب per minute أو في الدقيقة الواحدة. فهنا مثلا بيقول لنا you can count pulses يعني نبضات اللي هي الهارت بيتس by touching your neck or wrist. the neck may be easier for you. ان انت تلبس رقبتك من الجنب كده وتحط ايدك عليها بالراحة كده هتقدر تحس بنبضات قلبك وبالتالي تقدر تعدها.
ودي اسهل. او ممكن تمسك الريست بتاعك اللي هو المعصم بتاعك ده وتحط ايدك عليه، بس ده بيبقى اصعب شوية، محتاج دكتور هو اللي يعمل. طيب بيقول لنا ايه كمان؟ You can count your pulses for 15 seconds. Then add it together four times to get your heart rate. Your heart rate. يعني انت ممكن تعد البلز بتاع البلز بتاعتك لمدة 15 ثانية، وبعدين تضربها في أربعة أو تجمعها على بعضها أربع مرات علشان تعرف الهارت ريت بيتس، الهارت بيت ريتس أو الهارت بيتس ريت بتاعك في الدقيقة الواحدة. Your heart beat in 1 minute as follows. يعني مثلا لو احنا هو عدها مثلا بيقول لك ايه البلز في 15 ثانية in 15 seconds 16 beat. يبقى number of balls in 1 minute 16 plus 16 plus 16 plus 16، لأن الدقيقة 60 ثانية زي ما احنا عارفين، بيدينا 64 beats per minute أو 64 أو 64 نبضة في الدقيقة الواحدة. بيقول لك pulse count in 15 minutes، ده بيقول لك بقى أنت عدها لنفسك وتقدر تجمعها، وده هوم ورك عليكم، لازم تحاولوا تعملوا الحكايه دي وتعدوا نبضات القلب بتاعتكم بالراحه. طبعا ده من غير ما نضر نفسينا، يعني نحاول نتخيل كده ان احنا عديناها او نحط ايدنا على رقبتنا بالراحه من غير ما نضر نفسينا، وبعدين نقدر ايه نحاول نعدها واحده واحده. وهنا طبعا هو بيقول لك وهو قاعد كانت 64 دقيقة، حاول انت تعدها وانت ماشي كده بالراحة لمدة 15 ثانية او 15 seconds، وبعدين تكتب هنا العدد، وبعدين هتجمعها على نفسها اربع مرات علشان تعرف ال beats per minutes او عدد النبضات في الدقيقة الواحدة. يقول لنا هنا كمان you can count your pulses per 30 seconds. انت ممكن تجمع او تعد النبضات بتاعتك في 30 ثانيه، then add it together two times، وبعدين تجمعها لنفسها مرتين بس to get your heart rate علشان تجيب معدل نبضات القلب بتاعتك. فهنا مثلا بيقول لك jogging in place او جري في المكان، وهنا مدي لك ان انت تعدها في 30 ثانيه قد ايه وتجمعها على بعضها، وهنا jumping rope او ان انت تقفز الحبل، ومديلك برضو جنبها ان انت تملى البيانات دي، تملى الفراغات دي، فده هوم ورك عليك. بعدين هتجاوب على الاسئله اللي تحت دي. طبيعي ان انت وانت بتبذل اي مجهود هتلاقي الهارت ريت بتاعك اعلى من وان انت قاعد مكانك. فبيقولك هنا answer the following questions او جاوب على الاسئله التاليه. In which activity is the heart is the rate of your heartbeat the greatest؟ أي نشاط كان فيه نبضات القلب بتاعتك أكبر؟ دي طبعاً أنت هتجاوب عليها بناءً على عدد اللي أنت هتطلعه. In which activity is the heart is the rate of your heartbeat is lowest؟ أي نشاط هيكون فيه نبضات أقل؟ طبعاً لو أنت قاعد هيبقى ده أقل واحد، وأنت برضو هتشوف الأرقام اللي هتطلع معاك وهتكتب هنا أقل واحد فيهم صاحب أقل هارت بيت. وطبعا في آخر حاجة which activities do you think are the best for your heart health؟ أي نشاط منهم أنت بتعتقد إن هو أفضل لصحة قلبك؟ وده طبعا هيكون النشاط اللي هو مش قليل قوي ومش عالي قوي، النشاط اللي في النص، اللي هو ما يجهدش القلب جامد وما يضرهوش، وفي نفس الوقت مش اللي هو مخليه قاعد في مكانه وما بيتحركش خالص، ده برضو بيضر القلب. فالنشاط اللي هو صاحب الرقم اللي في النص، الرقم المتوسط، ده أفضل واحد للهارت هيلث أو لصحة القلب. طبعا ده هوم ورك علينا. طبعا you have learned او انت اتعلمت ده في الجزء اللي فات، حاولوا تقروه كويس قوي. بعدين عندنا lesson 8 الدرس الثامن tree of health او شجرة الصحة.
وهنا طبعا بيقول لنا write one important fact، اكتب حقيقة واحدة مهمة. You have learned، انت تعلمتها. About each of the following body parts، عن كل جزء من أجزاء الجسم المختلف. فهنا مدينا طبعا أجزاء الجسم، انت محتاج تكتب one important fact أو حقيقة واحدة مهمة عن كل جزء من الأجزاء دي. The muscles and bones، العظام العضلات والعظام. The stomach أو المعدة. The skin أو الجلد. The heart أو القلب. طبعا المسلز والبونز بيخلوك أقوى، make you strong، بيhelp you to move، بيساعدوك إن أنت تتحرك، بيحمو الأعضاء الداخلية بتاعتك الهامة، بيprotect soft important organs. طبعا أنت هتجيبها من الدروس اللي خدناها اللي فاتت وهتكتب هنا المعلومات دي. الاستومك طبعا بتhelp you digest food، أو بتساعدك إن أنت تهضم الطعام، هتكتب هنا ودي important fact عنها. السكن طبعا protect you from rays أو sun rays، بيحميك من أشعات الشمس المختلفة. طبعا the largest organ in the body، أو أكبر عضو من أعضاء الجسم ده السكن. طبعا الويت بتاعه about 4 kilos، الوزن بتاع السكن بتاعنا حوالي 4 كيلو. هنكتب هنا الimportant fact اللي احنا عارفينها، ممكن نجيبها من الدروس اللي خدناها قبل كده. آخر حاجة الهارت أو القلب، طبعا هو بيعمل ايه، بي pump البلد to all over the body، او بيضخ الدم لانحاء الجسم المختلفة. وطبعا دي فاكت من الفاكتس كتيرة اللي عرفناها عنه في الدروس اللي فاتت. تقدر تجيب الفاكت اللي انت هتكتبها وتكتبها هنا من الدروس اللي احنا اخدناها قبل كده. فده علينا homework. طبعا هنا عندنا طبعا هنا activity جميل او بيقول لك match each step of writing process، اكتب وصل كل خطوة من خطوات الكتابة، writing process الخطوات بتاعت الكتابة اللي خدناها قبل كده، to the suitable sentence أو للجملة المناسبة. ومدي لك أول حاجة بيقولك planning أو التخطيط، thinking and organizing my ideas، تفكير وبعدين تنظيم الأفكار بتاعتي. طب دي أول حاجة planning. drafting أو إن أنت تعمل مسودة وتكتب فيها أفكارك. هتبقى يا ترى finally write a clean correct copy، إن أنت تكتب خلاص آخر حاجة إن أنت تكتب نسخة نظيفة وما فيهاش أي أخطاء، ولا write my ideas إن أنا أكتب أفكاري in a arranged sentences في جمل منظمة، to make a rough copy علشان أعمل نسخة صلبة، to make a rough copy علشان أعمل نسخة أمسكها في إيدي نسخة صلبة يعني، ولا هتبقى review the rough copy إن أنا أستعرض النسخة اللي أنا كتبها، to correct the spelling علشان خاطر أصحح الحروف بتاعة الكلمات، and the grammar والقواعد اللغوية mistakes أو الأخطاء الخاصة بالقواعد اللغوية. طبعا دي drafting المفروض ان هي write my ideas ان انا اكتب افكاري، in arranged sentences في جمل منتظمة، to make a rough copy عشان اعمل نسخة صلبة، المفروض اوصلها بدي. تالت واحدة revision او المراجعة، طبعا هي حتى هي الجملة دي لان هي حتى بتبدأ بreview. فrevision او المراجعة هي reviewing the rough copy ان انا اراجع النسخة اللي انا كتبتها، to correct the spelling and grammar mistakes علشان صحح التهجئة بتاعت الكلمات والgrammar mistakes أو أخطاء القواعد اللغوية. وآخر حاجة publishing أو النشر، هي أول واحدة فوق اللي هي finally في النهاية أو أخيرا، write a clean corrected copy، أكتب نسخة نظيفة ومصححة كمان. ده homework عليكم تحلوه لوحدكم. عندنا هنا في lesson 9 و 10 ده project المفروض ان احنا هناخده في الكلاس روم ونحله. انا هقول لكم الفكرة بتاعته وتحلوه ازاي لوحدكم. stay healthy يعني كن بصحة جيدة. write about one of your body parts، اكتب عن جزء من اجزاء جسمك، that you have studied اللي انت درستها،
and stick a photo of the organ you choose. ولزق هنا صورة الخاصة بالعضو اللي انت اخترته. هتكتب طبعا المعلومات الخاصة بالأورجن ده هنا في الكلام في المكان اللي هو مديهولنا. فبيقول لك opening sentences. الopening sentences أو الجملة الافتتاحية هنكتب طبعا اسم العضو وهنكتب أي معلومة مهمة عنه. Some facts about, بعض الحقائق عنه. هتكتب بقى هنا بعض الحقائق عن الأورجن ده وأهميته في الجسم. هتكتب بعض الحقائق عن العضو ده، يعني مثلا مكانه فين في الجسم، بيساعدنا في ايه. تالت حاجة importance of، أهميته ايه. هنكتب هنا the importance of that organ أو أهمية العضو ده في جسمنا ايه. طبعا رابع حاجة بيقول لنا هنا how we can keep our الأورجن ده اسمه ايه healthy. ازاي نحافظ على العضو ده أو الأورجن ده healthy. طبعا المفروض نعمل ايه، وهنكتب الكلام ده من الدروس اللي احنا تعلمناها قبل كده. اخر حاجة closing sentence او الجملة الخاتمة، ازاي نختم الكلام اللي احنا كتبناه. هنكتب هنا معلومة بسيطة ومهمة عنه، لو في fun fact او معلومة مرحة عنه نكتبها هنا. وبكده نكون عملنا البروجكت الجميل بتاعنا. بعد كده عندنا quiz كده جميل على chapter 2 او امتحان على chapter 2، ده homework. زي ما قلنا لو في حاجة وقفت قدامك ابعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك واحنا هنجاوب عليك ان شاء الله. وبكده نكون انهينا chapter 2 ووصلنا لصفحة ووصلنا لبيج 71 او صفحة 41 او صفحة 71 في الكتاب المعاصر. المرة الجاية ان شاء الله نبتدي نشرح chapter 3 او الفصل الثالث. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.